ماذا يفعل وزير الشباب والرياضة في الأمم المتحدة؟ في الحقيقة كان دي مناسبة كبيرة جدا ومناسبة عظيمة جدا إن لأول مرة إن الوزارة تشترك في الإيكوسوك، والإيكوسوك هو واحد من أكبر المؤتمرات الشبابية والاقتصادية، وهو مقر دائم ثابت لي بالأمم المتحدة في الحقيقة. وكان فرصة عظيمة جدا إن احنا نكون يعني ممثلي وزارات الشباب أو وزارة الشباب في الأمم المتحدة، وده ضم يعني كل المهتمين بالعمل الشبابي على مستوى العالم اللي بتديروا ملف كبير بالأمم المتحدة في الحقيقة. وكان ضروري جدا ان احنا نوضح يعني مصر بتقوم بإيه في الحقيقة. وكان الوفد مكون من بشكل غير تقليدي، معانا شباب مميز جدا جدا جدا، ملم بشكل كبير جدا بأبعاد الأمم المتحدة وأبعاد التنمية المستدامة، وده يعني ترند عالي المستوى في الأمم المتحدة في الحياة وتأثيره على الشباب. والوفد أيضا يضم الأكاديمية الوطنية للشباب معانا. الحقيقة كل الدول المشاركة شافت النموذج الكبير لمصر اللي قدمناه، الشباب اتكلم بطلاقة اللي موجودين كمان في الحقيقة. المنتديات، منتدى الشباب والمؤتمر للشباب، قد ايه الناس شافت سيادة الرئيس اهتمامه بشباب مصر وتوجيهه كبير جدا برؤية كبيرة جدا لطلاقة شباب مصر نحو التطوير ونحو الاهتمام بالتنمية المستدامة في الحقيقة. وده شيء أبهر الكثير من الدول. كمان كان في دول أفريقية مشتركة يعني بشكل كبير، والعديد من وزراء الشباب على مستوى العالم، وكان في أكتر من جلسة فردية للوزراء في الحقيقة. أيضا تحدثنا عن التجربة المصرية، والجميع يلاقي هذه التجربة بمنتهى الاحترام. التجربة نبع من موضوع آخر، ألا وهو النموذج المصري الكبير لهذا التطوير والاستدامة اللي عملها مصر في الحقيقة للعالم كله على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التطوير. وده ساعدنا كتير جدا سواء بالاستماع أو المشاركة أو بالتحدث بشكل كبير. وكان الشباب اللي معنا يمكن كان ليهم دور كبير جدا، احنا كان في طلاقة ان هم اللي يكلموا هم اللي يشرحوا، لان كمان ده صورة حقيقية للي بيجري في مصر في استدامة تولي القيادات الشبابية وتواجدها بشكل كبير جدا في الحقيقة. احنا كمان بنجهز لما بعد هذا المؤتمر، وليس مجرد مؤتمر في الحقيقة. احنا كمان هيكون في بلان اوف اكشن كبير لينا ما بعد هذا المؤتمر.